بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب الأعزاء، أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. المحاضرة بتاعت النهاردة بتدور حوالين كلمة من آيات الله العظيم، وهي الأمشاج. الأمشاج باللغة الإنجليزية واللاتينية جيميتوجينيسيس. Student Medical Education Lecture Human Anatomy Module An Introduction to the Normal Human Body Title Gametogenesis. الأمشاج كما ذكرت في كتاب الله عز وجل. Gametogenesis: the process of production of gametes, egg and sperm, is called gametogenesis. Gametogenesis is dividing into two partitions, spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis in the male genital system, particularly in the testes. The process of production of mature sperm, زي ما احنا شايفين في الصورة, in the testes of male genital system is called spermatogenesis. Also, oogenesis, it is the process of production of mature ovum. This is the mature ovum. Production and development of the mature ovum, mature oocyte, mature egg in the female ovary, in the cortex of the female ovary, is called the oogenesis. Spermatogenesis. Definition of spermatogenesis: it is the process of production, development and maturation of the sperm. السايت بتاعها بيكون فين؟ بيكون في السيمينيفرس تيبيول of the testis. A time from the puberty for life. This is the male genital system. والmale genital system بيتكون زي ما احنا شايفين كده. As this is the testis, add the vas deferens, add the seminal vesicles, add the urine bladder, add the prostate, وادي دون البينس، وادي البنيه اليوريثرا. في انهي مكان من الجينيتال سيستم تحصل السبرماتوجينيسيس؟ تحصل في التستس زي ما احنا شايفين كده. خدنا التست وعملنا لها سيكشن، فبان لي ان التست كون من البيول، وكل بيول موجود في سيمينيفرس تيبيول، يبقى مكانها في السيمينيفرس تيبيول اوف ذا تستس. ستيج اوف سبرماتوجينيسيس فيز 1، المرحلة الأولى من السبرماتوجينيسيس دي بنسميها ميتوتيك ديفيجن اوف سبرماتوجونيا عشان تديني برايمري سبرماتوسايت. طيب مطلوب مني أعرف فيها إيه؟ أول حاجة مطلوب مني أعرف إن فيه نوعين من الخلايا اسمها سبرماتوجونيا موجودين فين؟ على البيزمنت ممبرين بتاع السيمينيفرس تيبيول، والنوعين دول التو تايب من السبرماتوجونيا كل واحدة منهم 46 كروموسوم. تعالوا نشوف كده. ادي التستس زي ما احنا شايفين اللي بيقول اوف ذا تستس، ادي السيمينيفرس تيبيول خدناها، وخدنا مقطع في السيمينيفرس تيبيول اهو وكبرناه، لقينا فيها ايه سبرماتوجونيا وبي سبرماتوجونيا، وكل واحده منهم 46 كروموسوم زي ما احنا شايفين كده في الصوره. طيب الايه سبرماتوجونيا اهميتها ايه؟ الاهميه بتاعتها بتعمل لي برودكشنز اوف بي، تحصلها ديفيجن وتنتج لي الايه والبي سبرماتوجونيا، يعني بتحافظ لي على ان الايه ما تنقرضش من البيز ممبرين بتاع السيمينيفرس تيبيول. ده شيء مهم جدا. طيب البي دي بيل ان كلر و46 كروموسومز، البي سيلز دي بتنقسم، بي سبرماتوجونيا بتنقسم بالميتوزيس ميتوتيك ديفيجن اهو، وتديني برايمري سبرماتوسايت. اتنين خليتين برايمري سبرماتوسايت، البرايمر سبرماتوسايت فيها كل واحدة منها فيها 46 كروموسوم. فيز 2 اوف سبرماتوجينيسيس، مطلوب مني اعرف ايه في الفيز 2 اوف سبرماتوجينيسيس؟ ذا مايوتيك ديفيجن اوف برايمر سبرماتوسايت تو ذا سكندري سبرماتوسايت، ده المفروض اعرفه. بيتم ازاي المايوتيك ديفيجن اوف برايمر سبرماتوسايت؟ ذا برايمر سبرماتوسايت ديفايدد باي مايوسيس into two secondary spermatocytes، كل واحدة منهم 23 كروموسومز. وبعدين secondary spermatocytes بيحصلها ايه؟ بيحصلها divided by mitosis secondary mitotic division into two oval shaped cell spermatid.
اتش سبرماتيد كونتيننج 23 كروموسومز. تعالوا نشوف على الصوره الكلام ده بيتم ازاي. ادي البرايمري سبرماتوسايت اللي احنا وصلنا لها والعدد بتاعها 46 كروموسومز. البرايمري سبرماتوسايت بتنقسم في المرحله الثانيه اهي بتنقسم لخليتين، الخليتين دول سكندري سبرماتوسايت عن طريق الميوزيس فيرست مايوتيك ديفيجن. كل واحده من السكندري سبرماتوسايت فيها 23 كروموسومز. وبعد كده السكندري سبرماتوسايت كل واحده منهم بتنقسم بالميتوزيس بالميتوتيك ديفيجن، تنقسم بالميتوتيك ديفيجن الى خليتين تانيين بنسمي كل واحده منهم سبرماتيد. فادي السبرماتيد فيه 23 كروموسومز، كل سبرماتيد من دول فيه 23 كروموسومز، يبقى دي المرحله الثانيه من السبرماتوجينيسيس. المرحله الثالثه من السبرماتوجينيسيس بنسميها سبرموجينيسيس، والسبرموجينيسيس ذا شيب موديوليشن اوف ذا سبرماتيد تو ماتيور سبرم. تعالوا نشوف بيتم ازاي تغيير السبرماتيد اللي هو شكله كروي الشكل يتحول لسبندل شيبد ماتيور سبرم زي ما احنا شايفين على الصوره كده. بيتم كالاتي، اول حاجه رقم واحد ان النيوكليوس بتاعت السبرماتيد بوشنج ان وان سايد تو فورمينج ذا هيد اوف ذا سبرم. يبقى ادي النيوكليوس اللي احنا شايفينها الصفرة دي حصلها بوشنج في وان سايد عشان تعمل الهيد اوف ذا سبرم. كمان الجولجي بوديز فورمينج ذا اكريسوم تعمل الغطاء بتاع الراس بتاع السبرم، تعمل اللون الازرق اللي احنا شايفينه ده اسمه اكريسوم. الكاب بتاع الهيد او الهيد كاب بيجي من الجولجي بوديز. بعد كده السنتريول رقم 3، السنتريول زي ما احنا شايفين اهو بيعمل لي السنترال اكسس اوف ذا سبيرم او السنترال اكس اوف ذا سبيرم. غير كده الميتوكوندريا رقم 4، ادي الميتوكوندريا بدل ما هي منتشره في الخليه بتتجمع وتعمل لي راوند تشيز اراوند ذا سنترال اكس اوف ذا سبيرم اراوند ذا بودي اوف ذا سبيرم. يبقى ده غلاف من الميتوكوندريا. رقم 5 الفلاجيلم بتعمل لي التيل اوف ذا سبيرم، يبقى ادي الفلاجيلم بتعمل لي التيل اوف ذا سبيرم عشان يساعده في الحركه عشان يوصل للمكان بتاع الفيرتلايزيشن. يبقى العمليه البروسيس دي كليتها اسمها سبرموجينيسيس، اتكلمنا عليها دي المرحله الثالثه من السبرماتوجينيسيس. سؤال ممكن يجي ذا سبرموجينيسيس انكلود ذا فولوينج اكسبت، وحاطين لك خمسه اوبشن قدام منا. طبعا الاجابه الخطا هنشيلها، ايه اللي نستبعدها؟ ادي اول حاجه ذا سنتريول انتر فورميشنز اوف ذا هيد كاب، السنتريول لا ما بيخشش في الموضوع ده، يبقى الاجابه الصحيحه رقم A. سيماري اوف ذا سبرماتوجينيسيس، لو خدنا صوره كده وتبين لي السيماري للسبرماتوجينيسيس هنلقى ادي السبرماتوجينيسيس المكان بتاعها بتتم في التستس، والتست ادي البيولز بتاعتها فيها السيمينيفرس تيبيول، خدنا السيمينيفرس تيبيول اهي وخدنا مقطع من السيمينيفرس تيبيول اهو وكبرناه. الجينا السبرماتوجينيسيس بتحصل في السيمينيفرس تيبيول في نوعين من السبرماتوجونيا، والسبرماتوجونيا دي زي ما احنا قلنا اتكلمنا رقم A ورقم B. عملية السبرماتوجينيسيس بتتم في البي سبرماتوجونيا. رقم ايه دي؟ دي ستاندر موجود كريزرفوار لعملية السبرماتوجونيا في البيز ممبرين بتاع السيمينيفرس تيبيول. طيب بي سبرماتوجونيا دي فيها كام كروموسوم؟ زي ما احنا شايفين اهو خدناها البيل ان كلر اهي واضحة خالص، سبرماتوجونيا 46 كروموسومز. ودي بتنقسم بالميتوتيك ديفيجن تقوم تدينا اتنين خليتين تانيين اسمه برايمري سبرماتوسايت. والبرايمري سبرماتوسايتس دي بتمثل لي اللي احنا بنتكلم فيه ده المرحله الاولى من السبرماتوجينيسيس. طب ادي البرايمري سبرماتوسايت 46 كروموسومز، هتخش في الاستيج الثانيه، والاستيج الثانيه من السبرماتوجينيسيس البرايمري سبرماتوسايت 46 كروموسومز بتنقسم وتدينا 23 كروموسومز في خليتين، اثنين خلايا كل واحده منهم 23 كروموسومز بنسميها سكندري سبرماتوسايت. وبعد كده السكندري سبرماتوسايتس بتنقسم بالميتوتيك ديفيجن تقوم تديني اربع خلايا من السبرماتيد وكل واحده منهم فيها 23 كروموسومز، ودي المرحله الثالثه من دي اللي هتبدا المرحله الثالثه بتاعت مين؟ السبرماتوجينيسيس. المرحلة الثالثة دون اسمه سبرماتيد اللي انا بشاور عليه اسمه سبرماتيد في 23 كروموسومز، هيتحول للشكل اللي احنا شايفينه المغزلي ده اسمه سبيرم. عملية تحويله بنسميها سبرموجينيسيس، اتكلمنا عليها في خمس نقاط قبل كده.
result of spermatogenesis ايه النتيجه بتاعت spermatogenesis the diploid number اللي هي 46 كروموسومز of the oogonia reduced to haploid number 23 كروموسومز in the sperm. The shape of the spermatide changed from the round cell to the spindle-shaped mature sperm. رقم 3 the number of spermatide increased where one primary spermatocyte gives four spermatide sperms. Biological characters of the normal sperm. مطلوب مني أعرف البيولوجيكال كاركترز اوف ذا نورمال سبيرم. إيه المواصفات البيولوجية الحيوية بتاعت السبيرم الطبيعي؟ أول حاجة النمبر بتاع السبيرمز دي بتكون قد إيه؟ من 20 مليون ل 200 مليون في الملي لتر الواحد. من السيمينال فلويد. اللينس بتاعه بيكون 65 مايكروميتر الطول بتاعه. الموتيليتي بيكون أكتر من 80% في الفيرست أور. كمان الشيب بتاعه بيكون سبندل شيب زي ما شايفين كده سبندل شيب. الاستراكشرز بتاعه بيتركب من ايه؟ الهيد بتاعته كونتينج ذا نيوكليوس اند اكريسوم. ادي الهيد وفيها نيوكليوس واكريسوم. النيك فيها الانتيور سنتريول. البودي فيه البوستيور سنتريول وفيه الشيس بتاع الميتوكوندريا في البودي. الجزء ده بنسميه البودي اوف ذا سبيرم. التيل اوف ذا سبيرم زي ما احنا شايفين كده بيتكون من ايه؟ من الفلاجيليوم. Abnormality of the sperm is in the shape two tail sperm, two head sperm, two head and two tail sperm, two head and two body sperm, short sperm, no head for the sperm. Abnormalities in the shape. But abnormalities in the number. ودي مهمة جدا. Oligospermia, عدد السبيرمز أقل من 20 مليون في المليليتر. Azoospermia, no sperm in the semen. Clinical significance. ابن العزيز الدكتور بندرس المحاضرة دي ليه؟ بندرسها عشان انت عرفت من خلالها عملية spermatogenesis وعرفت ان في abnormalities في sperms وفي normal sperm. في حالات in vitro fertilization اطفال الانابيب التلقيح المجهري بتم ازاي؟ ادي حالة infertility وعايزين يعملوا تلقيح مجهري، فبناخد وان سبيرم نحقنه في الاووسايت اللي جاي من الفيميل، وان سبيرم جاي من الميل اهو، والاثنين لازم يكون في عقد زواج بيناتهم، وناخد السبيرم نحقنه في الاووسايت وبعدين نعملهم انكيوبيشنز في التيوب دي، وانكيوبيشنز ده بيتم تحت اندر ذا ميكروسكوب لغايه ما يتكون زيجوت جنين، وبعدين ناخد الزيجوت ده نحقنه بعد كده في اليوترس اوف ذا فيميل، وبعد كده تمشي عمليه البريجننسي زي ما احنا شايفين كده الاسبوع الاولاني والثاني والثالث وهكذا لغايه الاسبوع 38. في حالات الان فيترو فيرتلايزيشن انا بحقن سبيرم قدام مني الطبق فيه مجموعة سبيرمز، اختار منهم مين؟ لازم الاحظ اخد احسن واحد من السبيرمز الموجودين اللي هو النورمال سبيرم اللي احنا بنشوفه واللي بيتحرك كويس عشان اخده يعمل فيرتلايزيشن واتجنب الاذر سبيرمز. Oogenesis definition: It is the process of production, development and maturation of the ovum. A site in the ovarian cortex. زي ما احنا شايفين كده الصورة قدام مني بتوضح لي الفيميل جينيتال سيستم، فاجينا، this is the uterus, uterine tube, this is the ovary, this is the uterine tube, this is the ovary. الأوفري بتتم في عملية الأوجينيسيس، المكان بتاعها في الأوفري، فلو خدناها باستقلال لوحدي كده بنشوفه ده الأوفري زي ما احنا شايفين الجزء ده المضلة of the ovary وده الكورتكس القشرة بتاعته. عملية الأوجينيسيس دي بتتم في الكورتكس of the ovary in the female genital system. Stage of oogenesis arranging according to the female age على حسب العمر بتاعها. أول مرحلة فيها prenatal phase، والبرينيتال فيز دي ان ذا اوغونيا 46 كروموسومز ان ذا اوفريان كورتكس ديفايدد باي مايتوزيس اند انكريزد ان نمبر تو ريش اباوت هاف مليون ان اتش اوفري ات بيرس. يبقى اذا في المرحله الاولانيه برينيتال فيز دي قبل الولاده زي ما احنا شايفين الصوره بتوضح لي قبل الولاده في ميل خدنا الاوفري بتاع الفيميل دي وبصينا عليه بالميكروسكوب لقينا فيه اوغونيا
46 كروموسومز. ادي الاوفري خدناه وبصينا عليه تحت الميكروسكوب، بان لي ان هو مليان اوغونيا، عددها يصل الى نص مليون اوغونيا. سبحان الله العظيم، موجود حوالي نص مليون اوغونيا في كل اوفري قبل الولاده او عند الولاده بتاعه الفيميل بيبي في اوغونيا. والاوغونيا دي خليه بتحتوي على 46 كروموسومز، بل كمان في بعض من الاوغونيا، بعض منها صم الاوغونيا انلارجد اند بيكمز برايمري سبرماتوسايت ات بيرث. ات بيرث يبقى الكلام ده موجود ات بيرث، دي المرحله الاولانيه. طيب المرحله الثانيه بوست نيتال، بوست نيتال ان ذا تشايلد هود، في مرحله الطفوله، تشايلد هود اللي هي مرحله الطفوله، خدنا الاوفري بتاع الطفله وبصينا عليه، هنشوف فيه تحت الميكروسكوب هنلقى فيه ايه وايه اللي بيحصل فيه. مايتوتيك ديفيجن اوف اوغونيا كونتينود، بيحصل مايتوتيك ديفيجن، ولكن الكونتينويشنز دون لما بصينا على الجينة ان كميه الاوغونيا الموجوده قلت في التشايلد هود ستيج، هنا كان كتير هنا قلت، قلت عمليه الديكريز ان نمبر دي لان في كتير منها ذا ماجوريتي اوف اوغونيا بيكمز اتريتيك، بيحصل لها ديجنريشن وتموت، يبقى دي في مرحلة التشايلد هود. أتزا بيوبرتي تالت مرحلة من مراحل الأوجينيسيس. المرحلة دي مطلوب مني أعرف فيها إيه؟ أعرف فيها the primary oocytes اللي فيها 46 كروموسومز، مالها divided first meiotic division بتنقسم بالميوزيس to give the well-developed cell secondary oocyte. تديني secondary oocyte، والsecondary oocyte فيها 23 كروموسومز، and round cell أو rudimentary cell، round rudimentary cells بنسميها first polar body وفيها 23 كروموسومز، بيحصل لها degeneration فيما بعد. The secondary oocyte passes in the uterine tube، تمشي في uterine tube to complete maturation during fertilization. يبقى secondary oocyte اللي في 23 كروموسومز بتمشي في الفالوبيان تيوب عشان تكمل الماتوريشن during fertilization. During fertilization the secondary oocyte 23 كروموسوم divided by second meiotic division، meiotic division second meiotic division into large cells mature ovum 23 كروموسومز، and small round cell second polar body 23 كروموسومز. ده اللي بيحصل. تعالوا نشوف الصوره اهي، ادي هنا الفيميل at the puberty، وادي الاوفر بتاعها مليان حيويه هو ومليان فوليكلز، ادي البرايمري فوليكلز اللي احنا شايفينها وفيها الاوغونيا، ادي البرايمري فوليكلز وادي السكندري فوليكلز بيحصلها جروس اكتر، وبعد كده في بعد السكندري فوليكلز في تيرشري فوليكلز، وبعد كده في جرايفيان فوليكلز، عند الجرايفيان فوليكلز بيحصل اوفيوليشن تبويض، وتطلع لي هنا من هنا اللي هي الماتيور اوسايت تطلع لي بره وتمشي في الفالوبيان تيوب عشان توصل مكان الفيرتلايزيشن، تتحول بتكون عباره عن السكندري اوسايت. تعالوا نبص على الرسمه دي ونشوف، ادي اول حاجه اللي احنا شايفينه بريمريديم جيرم سيلز اللي هي الاوغونيا فيها 44 كروموسومز زائد 2 اكس اكس يعني 46 كروموسومز. الاوغونيا اهي قدام مني زي ما احنا شايفين 44 كروموسوم زائد اكس زائد دبل اكس يعني 46 كروموسومز. البرايمري اوسايتس ودي نقول البرايمري اوسايتس بتكبر للاوغونيا بيحصلها ويل ديفولبت وبعد كده تتحول للبرايمري اوسايت، برايمري اوسايتس برضك فيها 46 كروموسومز. بالفيرست مايوتيك ديفيجن البرايمري اوسايتس بتدينا خليتين ويل ديفولبت دي سيلز زي ما احنا شايفين 23 كروموسومز بنسميها سكندري اوسايت زي ما انا بشاور كده. الاذر سيل ريديمنتري سيل راوند ريديمنتري سيل صغيره خالص بنسميها الفيرست بولار بودي وده بينقسم او بيحصل له ديجنريشن. بعد كده السكندري اوسايت بتمشي في الفالوبيان تيوب لعند مكان الفيرتلايزيشن في الامبولا او فالوبيان تيوب بتنعمل لي عن طريق تنقسم بالميتوتيك ديفيجن تديني سكندري ميوتيك ديفيجن تديني واحده ويل ديفلوبد سيلز اللي احنا شايفينها دي ماتيور اوفم ات ذا فيرتلايزيشن، وتديني السكند بولار بودي في 23 كروموسومز وده برضك بيحصل له ديجنريشن فيما بعد. يبقى دي المرحله الثالثه من الايه من الاوجينيسيس. المرحله الرابعه من الاوجينيسيس
After menopause, بعد مرحلة عند سن اليأس المينوبوز, الأوسايت in the ovaries becomes atretic and degenerate. زي ما احنا شايفين أد الفيميل جينيتال سيستم في أثناء المينوبوز بيحصل له ريديمنتري وبيحصل له شرانكت, وأد الأوفر زي ما احنا شايفين كده بيحصل له ريديمنتري وشرانكت وما فيش فيه أي أوسايت خالص. يبقى ديا في الآخر مرحلة اللي هي after menopause. Result of oogenesis, the diploid number of chromosomes in the oogonia reduced to haploid number in the mature oval, 23 chromosome. The oocyte transport, بعد كده الأوسايت بيحصلها transport. The ovulated oocyte carried by the peritoneal fluid and the movement of the fimbria of uterine tubes to the uterine ampulla, the tubal ampulla. اللي هو site of fertilization. The oocyte reached to the uterine cavity in approximate 3 to 4 days. يبقى ديا الـ result of oogenesis. The fate of oocyte, if no fertilization occurs, the oocyte degenerated and pushed to the uterine cavity. If fertilization occurs, the second dipolar body is arised and the zygote started. Clinical significant. بندرس الموضوع ده ليه clinical significant. أيوة موجود لكلينيكال. في الـ in vitro fertilizations, إمتى أروح أخد الـ oocyte؟ الـ oocyte دي أطفال الأنابيب دي بنعمل أو التلقيح المجهري بنعمل في إيه؟ بناخد سبيرم ونحقنه في oocyte في ovum, mature ovum. طب نجيب الماتيور اوفم دي منين؟ بنجيبها من الجرايفيان فوليكلز, بنخش بالأشعة التلفزيونية ترانسفاجينال بروب ومعاه إبرة معينة بنوجهها جايدنج باي ألترا ساوند لمين؟ للأوفري, ونعمل بنتريشن نشوف الفوليكلز الموجودة. أخد أكبر فوليكلز اللي هي الجرايفيان فوليكلز لأن فيها كيومولس أوفيريوس وفيها ماتيور أوسايت. يبقى هنا الماتيور أوسايت أدخل السرنجة هنا وأسحب الماتيور أوسايت من من الجرايفيان فوليكلز قبل عملية الأوفيوليشن مباشرة. أخدها الأوسايت اللي هي موجودة دي أخدها وأعمل فيها الحقن, عملية الحقن المجهري للسبيرم. يبقى مطلوب مني أخد أكبر واحدة, ما روحش أخد اللي هي البرايمري فوليكلز الصغيرة. طب أكبر واحدة إزاي؟ دي بيكبر الديامتر بتاعها 2 سنتيمتر, دي صغيرة خالص 2-3 ملي, ما روحش على واحدة صغيرة نص سنتي ربع سنتي وأعملها ساكشن وأخدها عشان أحقن فيها السبيرم. ده دي إما تيور, ده لسه في مرحلة البرايمري أوسايت ما وصلتش للسكندري أوسايت, لكن دي السكندري أوسايت في الحالة دي باخدها وأحقن فيها السبيرم عشان تتم لي عملية الانفيترو فيرتلايزيشن ويحصل بريجنانسي بالطريقة اللي احنا عارفينها. سؤال MSQ questions. The oogenesis includes the following except, وحطينا خمسة option قدام منا. رقم دي the oogonia divided by meiosis to give the primary oocyte. الأوغونيا بتنقسم بالميوزس؟ لا, ده بتنقسم بالميتوزس. يبقى الإجابة المطلوبة هي رقم دي. Thank you.